كل عام وانتم بخير ويديم الخير على هالبلد. الحمد لله يعني واحد بيجيب مثلا اغراض السحور اسبان والبان والقصاص وشويه بهارات للطبخ والقصاص هي يعني. والله الحمد لله اقبال كثير 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 حلو، وان شاء الله سنه خير علينا وعلى كل العالم. والله الاقبال مثل ما شايفه الاقبال جيد جدا الحمد لله. مواد غذائيه يعني توابل، تمر اكثر شيء، التمر والتمر هندي ورز يعني بياخذوا مشان رمضان يكونوا مرتاحين يعني. والله الاقبال كثير قوي يعني، والعالم يعني كثير ضغط على السوق، والحمد لله انه في اقبال شديد على العصير وعلى الشرابات. هلا بدت بقى لايام الشراب، ايام الامر الدين، امر الدين تمر هندي هيك شغلات كلها، هي عصير ظروفة عصير. ايه بشهر رمضان بتمشي هالامور هي. جاي اخذ اغراض هيك لبنه جبنه اغراض للبيت، كونه هون باب سريجي سوق شعبي، كل العالم تجي لهون وتجي بتاخذ من كل المنطقه من كل العالم. والله محضر اغراض رمضان، والله مربى زبده فطور سحور وفطور جن. الله رمضان كريم عليك وان شاء الله عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه، وان شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه. وهلا قاعدين عم نتسوق، والله هيك عم نحضر لرمضان السحور، يعني نجيب لحمه وحواضر وهيك شغلات. الحمد لله عم نشوف الخير ان شاء الله بالسوق كذا، وما شاء الله العالم كله نازله وعم تشتري وعم تجهز حالها. عجقه كثير حلوه، كل دمشق تقريبا اغلبيتها هون صاروا بدمشق، حبوا هيك انه ياخذوا اغراض لهم. ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم وعلى سوريا بخير.